كلمة بتقولها للبنية الصغيرة أو للابن الصغير بتكون زرعتها في تربته، لأنه تفكيره نوع من التربة بجسمه الإرادي أو بجسم من أراد استطاع. من أراد استطاع؟ كيف يعني من أراد استطاع؟ ماما؟ بابا؟ إيه من أراد استطاع؟ يعني مثل ما بدك فيه. إذا تمام المتنبي مرة أخرى، هذان حكيمان المتنبي وأبو العلاء كما يقول عنهما الشيخ إبراهيم الفاضل، دكتور إبراهيم الفاضل من سلمية، إنه إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم. وهذا من الحديث الشريف، لو علقت همة ابن آدم بما فوق النجوم لنالته. كل هذه الأمور الزراعية، ومن أجمل مكاشفات من اللغات انه الكلف باللغه العربيه كلف يعني جماعه. وزير صناعه ووزير ثقافه ووزراء ورؤساء جيوش ومجلس شعب وشيوخ وعرفاء وسيدات وبنات صغيرات واطفال سمعتهم عم بيبكوا. كل الحكي بيعمل لروحي انا كابلات فيني، يعني ممكن كثير اشياء اليوم. ومع ذلك أول محاضرة أنضبط بها وأجي على الوقت. أيام 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 يكون يعني الوقت أو الحال ما بيوافي، بس اليوم في ضوابط روحية، يعني حرية من الموت، يعني من الموت عاداتي، عاداتي موت آخر، أشكال كسر. عندي ديوان شعر أكبر دواويني وأعزها على قلبي اسمه أسعد علي سيد الكسالى. بس هذا السر أغلى علي من إني أنشره على أحد. بس هذا موت، الكسل موت، التلافي موت، الإهمال موت، عدم الاهتمام الجاد من أعماق الوجدان في الآخرين موت. أنا ذلك الميت بألف صورة من صور الموت. اليوم لأن العنوان الحرية من الموت، مقتضى الحال خلاني أجي لا يعني فيه يا ابني روحي. هيك آدم يقول فيه يا ابني روح على روح الفاضي. المهم وجدنا وهكذا جئنا. إذا الفصل الثاني فصل الحرية من الموت ابتداء من البطاقة بالصورة. من طرف ثاني أنا عم شوف هيك يعني علي حمدان هيك، في عندك احتمال ثاني لقراءة الصورة؟ وين دكتور علي؟ في عندك احتمال آخر لقراءتها؟ بس هيك ما بعرف إذا بتسمح لي. صارت اليوم أربع كلمات. ما هي الحرية من الموت؟ أن هي الحر من الموت، يعني الحرية مصطلح وحيرة، بس من بيشرب من البحيرة هذا بيعبرنا عن الحرية. هي الحر، الحرية على وفق الكتابة من فوق لتحت، ها يا هي وموصولة. الحر هي الحر من الموت، تلك هي الحرية. عندما تتجسد الحر الذي تقول تستطيع أن تقول هو حر، وبتصرخ مع الفضلاء ان الخضر حر من الموت، معين؟ وبتقولوا اللي حافظوا الرباعية، مين حافظ؟ انا حر، ما هيك يا وديس؟ كيف؟ انا حر من سوى ربي القريب وحبيبي كل آن يستجيب. نعم، سلم الخضر وإلياس وعيسى ولإدريس أذان. هلا ذكر اسماء، ذكر اسم، انا حر، هو حر، هو الحر. هذه الحريه لما تتجسد في من يقول انا حر او في من يصبح حرا، بيصير مثل عبد المطلب، مو خايف على شيء لا على الكعبه ولا على غير الكعبه، صار حرا من الخوف وحرا من المصائب وحرا من النوائب. ان للبيت ربا يحميه وانا واثق فيه، ورب البيت ينزل جيشا من السماء ويكون ذلك. والان انا ادعو الى هذا، يعني حكايتي
انه يوم الحريه من الموت بالواقع نوع من القراءه الجديده للحياه، حتى ينطلعوا للفيل من كعبتنا كل الفيله. ينبغي ان نخرج الفيله من كعبتنا، من بيت الله المقدس، من ثقتنا. شو رقم سوريا بالقمر العربي؟ شهر امتحانات، شهر امتحانات. بالقمر العربي عندنا في البيت رقم 9 اليوم، اليوم شفتها. حسب التوليد. حسب التوليد، صح، على حسب التوليد. 17 كمان كويس يعني ويسرع، بس 9 عندنا رمز. أولا رمز لربات الإلهام التسع، لميز، ذا ميوزز. ربات الإلهام اللواتي يعطينا كل الوزراء اختصاصاتهم. جميع علوم الأولين والآخرين موكلة عليها هذه الربات التسع اللي منسميها الميوز، أو من هون اجت الميوزك، الميوزك لأنها تصيبك بكل اتجاه. رقم 9 إذن أولا رمز لربات الإلهام التسع، وثانيا رمز للثقة، الإمام التاسع محمد الجواد ابن الإمام الثامن علي الرضا، واليوم نحن في 8 حزيران، ولذلك وضعوا لنا 8 كتب هنا، وفي 20 من شهر ربيع الثاني، ولذلك وضعوا لنا 20 كتابا هنا، أضفنا تطبيقات عملية بكتب أخرى. إذا يعني حتى وضع الكتب بدنا نجرب. يبدو أنه بلشت حل من هالشبان الشجعان. بدي انه ادعوا لي على كل حال حتى يتم بخير من المساله وبغير انفعال. الامر بامكاننا نقول شيء ونوصل الى شيء. اول شيء نرد الاحباش، نرد كل من يهاجم بيتنا بثقه بالله. امام الجواد ابن الامام الرضا رقم 9، وهو يقول: الثقه بالرب تعالى سلم إلى كل عالم. الثقة بالرب تعالى سلم إلى كل عالم وثمن لكل غالب. فقط ثق بالله، هذا كل الرصيد، ما بده منك شيء، فقط ثق به. المسيح عندما يقول: لو كان بقلب أحدكم مثقال حبة خردل وقال للجبل انتقل من مكان هذا وقال لهذا الجبل انتقل من مكانك، ينتقل الجبل من مكانك. لهذا الجبل، أي هذا الجبل؟ جبل المشكلة التي أنت عليها. لو كان مرضا هذا جبلك، لو كان عدوانا هذا جبلك، لو كانت فقرا هذا جبلك. قل لجبل مشكلتك واثقا بالله ولا تتردد في ذلك، أن يزول يزول. هذا هو التحرر من موت التعود، من موت الشكوك. أحيانا شر هلا، أحيانا نحن نكدس على أنفسنا المتاعب والأشياء. فقط الثقة بالرب تعالى سلم إلى كل عالم. لا تقول والله يا أخي بعيد وما بعيد والقمر شو كيف بتغني. لا، مهما كان بعيدا تقدم نحو البعيد يقترب، ترونه بعيدا ونراه قريبا. أبو تمام شاعر آخر من حكماء العرب وشعرائهم وفحولي مفكريهم، يقول: خدم العلا فخدمنه، وهي التي لا تخدم الأقوام ما لم تخدم. فإذا ارتقى في قمة من سؤدد قالت له الأخرى: بلغت، تقدم. بيطلع على الجبل بيلاقي فوق عنه جبل ثاني، بيقول له الجبل الثاني: تعال أنا بانتظارك. قل والله تعبت. قل له: لا لا تعال، أنا عندي ما لا يتعب يريحك. بيطلع على الجبل الثاني. يب، هذا نسميه بعلم اليوكا، بعلم الماكروبيوتيك، بنسميه التجاوز. هذا التجاوز، تجاوز موجود في كل الأرواح، في كل الأرواح. بس في أرواح تنبل وتشف وترى، وفي أرواح متكسلين وبتراخى وبتأجل.
فنحن بالحرية من الموت إنما ندفع ندفع العجل صعودا حتى نرى ونثق بما نرى، فنكون أحرارا من الموت. هو الحر من الموت، تلك هي الحرية. الحرية مطلق لا حدود له، مثل بحيرة. الحر يشرب زمزم حرية، حررت دموع السيدة ام اسماعيل، بكت شوية لله وردت بين الصفا والمروة وقالت له لسيد الرايم، قالت له انت من كل عقلك يعني تاركنا هون عن رغبتك ولا يعني مشان طابية لسارة ولا مشان هيك؟ قال لا لا، هو قالت له روح الله يدبرنا. وكان الذي كان واستخرجت ثقة هاجر من الصحراء هذه البحيرة من الماء التي صار عمرها الآن أكثر من 4000 عام يشرب منها الحجاج والأحرار في كل مكان وفي كل زمان، وسيظلون يشربون إلى ما شاء الله.